اوكي، صباح الخير يا جماعة. هنكمل النهاردة. أنا آسف جدا على المحاضرة اللي فاتت، يعني عشان تبقوا عارفين، بس تالي انتوا مش هتحصلوا الكلام ده. احنا بنغير المنهج بتاعكم، بدل 180 ساعة هيبقى 162 ساعة هندسة. فكان في خناقة كده صغيرة، كنا بنتخانقها مع الأفرع التانية عشان إيه اللي يتشال وإيه اللي يتحط يعني. فأنا آسف، ده كان سبب تأجيل المحاضرة اللي فاتت. إن شاء الله هنكاتش أب، ولو احتاجنا محاضرة إضافية أو تشادي المحاضرة الإضافية نظبطها فيها. أوكي. تعالوا نشوف مع بعض. إحنا كنا آخر مرة وقفنا المحاضرة اللي فاتت على الـ Free Process Model، أوكي؟ اللي هي الـ Model اللي فيها، أو Three State Process Model، اللي كان فيها ثلاثة States، الـ Running والـ Ready والـ Block. الأسبوع ده إحنا هنطور أو هنحدث الـ Model بتاعنا للـ Five State Process Model. الـ Five State Process Model فيها خمسة States، مكان الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. هما الـ Running، Ready، الـ Block State اللي احنا عارفينهم، وبيضاف ليهم اثنين Suspended States، الـ Suspended Ready State والـ Suspended Block State. طيب تعالوا نشوف مع بعض الـ States دي انا حطيتها ليه، يعني ايه الهدف او ايه الـ Reason ان انا ضفت الـ Suspended States للـ System بتاعي. Sometimes الـ Program اللي انا شغال بيه في الـ Operating System بي get stuck. يعني ايه بي جت ستاك؟ يعني ما بيعرفش يشتغل. موستلي في السسبندد ستيت السبب بتاع ده هيبقى اوت اوف ميموري ايشو، يعني الذاكره الموجوده مش كافيه ان هي تشغل الابلكيشن الموجود عندي. في ريزنز تانيه، بس الريزنز التانيه بروبلي مش بعمل لها هاندلنج في السسبندد ستيت. يعني في حاجه اسمها ديدلوك هنتكلم عليها، ده مش بهندلها في السسبندد ستيت، دي بهندلها بطريقه تانيه. معظم الحاجات اللي بتؤدي الى الـ suspended state is memory issue. الميموري الذاكره اتملت، فالبروجرام اللي انت عايز تشغله مش هيعرف يدخل في الميموري. There is not enough space for it. طيب what do we do in this case؟ لما يحصل حاجه زي كده احنا محتاجين نشيل البروجرام ده من الميموري. طيب ليه محتاجين نشيل البروجرام ده من الميموري؟ عشان الميموري زي ما بقول لك اتملت. الميموري is actually full. فمفيش مكان عشان اشغل البرامج الحاليه او برامج جديده عايزه تدخل. في برنامج جديد عايز يدخل مش عارف اشغله. في الحاله دي انا محتاج افضي الذاكره، محتاج افضي المين ميموري. فهضطر اشيل البروجرام من الميموري واسيبه على الهارد ديسك. اسال سؤال للناس الكويسه، طيب ما هو البروجرام اصلا قبل ما يدخل في الميموري كان موجود على الهارد ديسك، ليه محتاج اسيب نسخه ثانيه منه على الهارد ديسك دلوقتي؟ طب ما استخدم النسخه الاصليه. مين يجاوب؟ عشان لو البي سي لو اتعمل شوت داون تكون متسيفة، لما تيجي تفتحها تكون متسيفة. اوكي انت ما الداتا ما بتعملهاش كوربشن. You're almost there احمد، بس استاذنك عشان الكرنت ستيت بتاعته دكتور. Thank you Andrew. Thank you Andrew. لو انتوا فاكرين ان اللي بيحصل ان البروجرام بيبقى موجود على الهارد ديسك، في مكان خاص بالفاريبلز اللي هو الاكس والواي والفلوت والكلام ده اللي انت معرفهم، بس القيم الموجوده على الهارد ديسك قبل ما البرنامج يشتغل دول initial values، يعني اللي انت كتبته في الكود. لو انت كتبت int x يساوي 5، ده الانيشال فاليو بتاع الاكس x، هتفضل 5 ده في البدايه. بعد ما تشغل البروجرام بيحصل modification للميموري values دي، الميموري values دي بتختلف. خلي بالك التغيرات الموجوده في الميموري مش بتتكتب في البي سي بي. ها الميموري variables لو انت معرف int x مثلا وغيرت في int x هو هيتغير في الذاكره. اوكي؟ التغيرات دي كلها لما تحصل، لما انا اجي اشيل البروجرام من مين ميموري، انا هشيله هطلعه من مين ميموري، لازم اسيف التغيرات دي، لازم التشينجز دي تتسيف عندي. فانا لازم اجيب الميموري لوكيشن هو حاجزها في الكمبيوتر في الرام، واحط نسخه منها على الهارد ديسك. اسال سؤال للناس الكويسه برضو، طيب البروجرام زي ما احنا عارفين من ايام المايكرو بروسيسور، بتاعت خدتوا مايكرو بروسيسور الترم اللي فات اي هوب يعني. احنا عارفين بيبقى فيها كود سيجمنت وستاك سيجمنت وداتا سيجمنت. في رايكم هل في سيجمنتس مش محتاج اسيفها على الهارد ديسك لما اعمل له سسبند للبروجرام؟ اه ولا لا؟ واني سيجمنت؟ برافو عليك. ايه هي بقى؟ الكود سيجمنت. برافو عليك يا يوسف. أوكي. أحمد،
انتوا سامعيني يا شباب؟ طيب يا دكتور اودي يعني. لا لا هو كان احمد عبد الباري اللي كان بيتكلم يا دكتور. احمد اوكي انا بالتالي في بعض الناس عندها مشكله في الكونكشن يعني بس احمد شكرا احمد ميرسي حبيبي على الكومنت بتاعك فعلا. عليك يا دكتور ميرسي. انت قلت صح الكود سيجمنت مش محتاج اسيفه عشان it is write only sorry it's read only يعني مش هيتغير، لكن الستات سيجمنت والاكسترا سيجمنت والكود والديتا سيجمنت دول هيتسيبوا. يبقى احنا كده فهمنا الفكره. اول لما يحصل بريشر على السيستم ميموري بريشر يعني الميموري الاستخدام بتاع الميموري زاد هختار حد من البرامج. خلي بالك احنا هنتناقش كمان شويه هختار مين، بس المهم هختار حد. ولما هختار حد هاخد التشينجبل سيجمنتس بتاعته السيجمنتس اللي بتتغير زي الداتا والستاك والاكسترا وهسيب نسخه منها على الهارد ديسك. وفي الحاله دي المكان اللي كانت واخداه السيجمنتس دي هفرغه، الميموري دي تبقى فاضيه. هفرغ برضو او هعمل فري برضو للمكان بتاع الكود سيجمنت بتاعه، يعني المكان اللي كان فيه الكود هعمل له فري برضو، بس مش هحط نسخه ثانيه من الكلام ده على الهارد ديسك. ليه مش محتاج احط نسخه ثانيه؟ عشان الكود از انشينجبل. يعني ايه انشينجبل؟ يعني هيفضل نفس الكود زي ما هو، الكود ما بيتغيرش. اوكي؟ فانا هقدر ارجع للملف الاصلي بتاع البروجرام عشان احمل الكود تاني. يبقى كده انا فرقت المكان اللي كان محجوز في الذاكره فور السيجمنتس بتاعت البروجرام ده. اسال سؤال تاني برضه يبين لي اذا كنتوا انتم متابعين وفاهمين اللي بقوله ولا لا. طب ايه رايكم؟ البي سي بي اللي هو برضه لو انتم فاكرين البي سي بي برضه كان بيحجز مكان في الذاكره. طب البي سي بي بتاع البروجرام ده اقدر اخده واحطه على الهارد ديسك ولا لا وليه؟ لا ممكن هيحوش معايا ميموري كبيره، لو طول ما افتح الجهاز طول هيخزن هو الحاجات اللي اشتغلت والحاجات اللي في البلوكد ميموري وكده. اوكي ثانك يو. انت جاوبت جزء يعني قلت سؤال انسر حلو. ثانك يو احمد. انت احمد قال ايه؟ ان لا انا هسيب البي سي بي موجود في الذاكره عشان البي سي بي اصلا ما بياخدش مكان كبير. لو انت شفته كان حاجه صغيره هو اصلا مش هياخد حاجه كبيره، مش هياخد مساحه كبيره. ده one of the reasons and the more important reason is the operating system نظام التشغيل ما بيعترفش ببرامج الا لو كان ليها بي سي بي بتوصفها في الميموري. فانا لو شلت البي سي بي من الميموري وحطيته على الهارد ديسك الاوبريتنج سيستم نو لونجر هتشوف البرنامج ده، فمش هتعرف ترجعه تاني. فلازم البي سي بي بيفضل قاعد، يعني حتى في اثناء الميموري بريشر حتى اللي انا بفرغها من الذاكره هي فقط السيجمنتس بتاعت البروجرام، فقط الحاجات اللي كانت محجوزه له عشان يشتغل، لكن البي سي بي بيفضل موجود في الميموري عشان اعرف ارجع تاني للبروجرام ده بتاعي عشان اكمله لما الميموري تخف. يعني لما الميموري تفضى هرجع البرنامج ده تاني. البي سي بي بتاعه موجود، كل اللي انا هعمله اروح على الهارد ديسك وايه ارجع البروجرام تاني. خلي بالك انا كده بس ممكن احتاج خانه اضافيه في البي سي بي، ممكن تقول لي ايه هي عشان هاندل الكيس ده؟ خانه اضافيه محتاجه في البي سي بي عشان ارجع البروجرام تاني من الهارد ديسك. بوينتر بيشاور على المكان في الميموري. almost correct. هو بوينتر بيشاور على المكان اللي فيه الهارد مش الهارد ديسك عشان اعرف اجيبه من الهارد ديسك، اعرف اتحط فين في الهارد ديسك. فيبقى في خانه في البي سي بي لما اشيل البروجرام واحطه على الهارد ديسك هخزن هو موجود في انهي سيكتور في انهي تراك موجود فين في الهارد ديسك عشان لما احب ارجعه تاني هعرف ارجع له تاني. خلي بالك ان هو مش هيبقى ملف اليوزر شايفه، يعني مش هيبقى فايل نيم عادي، هيبقى فيه some data structure internal كل operating system بتظبطها بنفسها temporary file name بيتخزن فيها الملف والبوينتر ليه ده هو موجود في اي سيكتور موجود في اي مكان بيتخزن في البي سي بي عشان لما احب ارجعه تاني للميموري اعرف اجيبه منين. طيب حلو قوي، احنا كده تقريبا كملنا الصوره، فاضل لنا اخر ديتيل ويبقى الصوره كامله ونبتدي نعمل الدايجرام نفسه. في رايكم على اساس ايه اختار حد من البرامج اشيله عشان افرغ مكان من الذاكره عشان بقيه البرامج تشتغل؟ في رايكم الستيت الستيت طيب اشرح لي اكتر شويه بليز. يعني هو مثلا خلاص خلص اللي هو البروسيس بتاعته وخلاص هو ناقص ان هو يخرج بره الميموري بس. اللي هو قصدك يعني هو موجود في اي مرحله في البرنامج بتاعه بالظبط؟ اوكي okay, that sort of makes sense. I can accept this.
ممكن البرامج اللي قربت تخلص اقول اشيلها، بس كم ليتس كم باك تو ذس. هو ليه انا اشيلها؟ مش هي قربت تخلص، مسيبها تخلص وتمشي يعني، انت عارف اتس اب فور ديسكشن. انا معاك، انا مش بعترض على اللي انت بتقوله، بس وي نيد تو كونسنتريت اكتر يعني. طيب مين اللي يتشال بناء هو فين في البرنامج؟ هل اللي لسه في البدايه على اساس ده لسه ما عملش شغل فيقعد فتره طويله يشتغل فيفضل حاجز الميموري على طول، فده ممكن اشيله، عكس البرنامج اللي هو ناقص له خطوه ويخلص، ما اسيبه يخلص الخطوه دي ويطلع من الذاكره كده كده هيفضها لي. ف I accept ان البوينت اللي انا واقف فيها في البروجرام از كرايتيريا. I only want to يعني ممكن اعترض على any مكان في البروجرام يتشال واني مكان في البروجرام يفضل. انا I would actually recommend بناء على اللوجيك اللي بقوله لك دلوقتي ان البروجرام اللي قرب يخلص ما اسيبه. ليه؟ ان هو بعد التكه هيخلص ويفضي الذاكره فكده كده هيمشي، ده مش محتاج اعطله. لكن البروجرام في البدايه ممكن اشيله عشان هو هيقعد فتره طويله. خلي بالك ده مش معناه اللي انت بتقوله غلط. اوكي. طب انا عايز اقول لك حاجه، انتوا دي ملهاش علاقه بالكورس بس هي ليها علاقه بالفكره. لان حد منكم وانتوا صغيرين قريتوا الكتاب الستوري بتاع جولدي لوكس؟ حد قراه؟ لا لا. اوكي. ما عنديش. كانت قصه واحنا صغيرين كنا يعني بيقروها لنا، ان في واحده اسمها جولدي لوكس يعني دخلت في بيت بتاع بيرز. انا عارف ان هي تضحك شويه وانا بقول لكم كده، بس انا عايز هستخدم مصطلح كتير. وكان في 3 كراسي عماله تقعد على كل كرسي، لا مش عاجبها مش عاجبها، وراحت على الجاست رايت تشير اللي هو الكرسي المناسب. للاسف في الاوبريتنج سيستم ما فيش جولدي لوكس سولوشن. هتلاقيني بقول الكلمه دي كتير، ما فيش جولدي لوكس سولوشن. يعني ايه ما فيش جولدي لوكس سولوشن؟ يعني للاسف ما فيش ولا حاجه من السولوشن اللي احنا بنقولهم دلوقتي هتبقى صح في كل الاوقات. هي هتبقى صح في بعض من الاوقات. عشان كده وانا بتناقش معاك دلوقتي قلت لك ده مش معناه اللي انت بتقوله غلط. يعني انت ممكن تفكر دلوقتي، انا مش جايه في مخي، بس انت ممكن تفكر لي دلوقتي في سيناريو تقنعني ان لا ده البرنامج اللي قرب يخلص هو اللي اتشال. I cannot think of it at this moment. انا في اللحظه دي انا مش شايف حاجه زي كده واقعيه. بس في كيسز ثانيه، في بارامترز ثانيه ممكن اخدها، ممكن لو كانت اكبر من حاجه تتشال او اصغر من حاجه تتشال، والاثنين ليهم سبب. في الاوبريتنج سيستم there is no Goldilocks solution. طيب ما دام ما فيش Goldilocks solution يعني ما فيش كيس best case scenario في كل الحالات، اعمل ايه؟ معظم الناس اللي بتصمم الاوبريتنج سيستم بيجربوا السولوشنز بتاعتهم على بنش ماركس. احنا ناس بتوع كمبيوتر واكيد في مننا كتير بيعملوا جيمنج او بيلعبوا جيمز، فانتوا عارفين يعني ايه بنش مارك. بنش مارك عباره عن مجموعه بروجرامز بترنها على الكمبيوتر، غالبا بتبقى سينثيتك يعني ارتفيشال، بيقيس البرفورمانس بتاع الكمبيوتر. فاسنشلي لما انت بتيجي تعمل الاوبريتنج سيستم انت بتشوف بتعمل بنش مارك بيمثل الاستخدام الطبيعي بتاع الاوبريتنج سيستم بتاعك، وتاخد قرار في حاجه زي كده، حاجه زي اللي احنا بنتكلم فيها، وترن البنش مارك. لو النتيجه كويسه بتاخدها، طب لو مش كويسه بتجرب بوليسي تاني لغايه لما تلاقي الموست سوتبل سولوشن فور ذا بنش مارك يور وركينج اون. اوكي، مفهومه دي ولا لا يا شباب؟ طيب حلو. كان اول حاجه من الناس اللي اتقالت قلتوا لي البرنامج موجود في اي مرحله من المراحل اشيله او ما اشيلوش. مين ممكن يقول لي تاني حاجه تانية؟ اديني كرايتيريا تانية على اساسها اختار حد يتشال. هو ايه الهدف ان انا بشيل يا جماعه؟ انا بشيل ليه؟ ها، عايز افضي ميموري، عايز افضي ميموري. طب ايه الاختيار اللي على اساسه لو شلت حد معين هيفضي ميموري كتيره؟ الحجم بتاعه او السايز بتاع البروجرام. اوكي، so one other criteria is based on size. شيل البروجرام اللي واخد حجم كبير، ده هيفضي اكبر مساحه عشان البروجرام تشتغل. اوكي، I'm just giving you some policies. مفيش policy ثابته زي ما قلت لك في الاوبريتنج سيستم، there is no Goldilocks solution. في الامتحان I will probably require you to only policies ثانيه، او انا هديك بوليسي واطلبك تناقش الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعتك في رايك البوليسي ده كويس ليه ووحش ليه. اوكي، اعرف ان دي نوعيه الاسئله اللي هتيجي، مفيش سولوشن از كوركت، يعني انت ممكن تكتب اجابه غير الاجابه اللي في مخي بس صح. عشان ده ممكن يحصل هستاذنك وانت بتكتب الاجابه بتاعتك تشرحها كويس عشان اقتنع. اوكي، يعني انت لو كتبت كلمتين ثلاثه وانا مش فاهم انت قصدك ايه هديها لك غلط. اوكي، فانت لازم تقنعني.
يعني لما تيجي تختار بوليسي وانا هطلب بوليسيز تختارها، مش هنا بس، في كل حاجه في الاو اس. انا محتاجك تعمل سولوشن، تكتب سولوشن يقنعني بالحل بتاعك. طيب كويس، تعالى نرجع بقى للستيت ترانزيشن دايجرامز اللي موجود عندي. اهو من الرننج في حاجه رايحه للبلوك اللي هو ريسورس ريكوست، لو انتوا فاكرين اكتب ريسورس ريكوست، هنا كانت ديسباتش لو انت فاكر، وهنا كانت تايم اوت بتاعت الاسبوع اللي فات، وهنا ريسورس كومبليشن. اوكي، فاضل لي تو ستيتس جداد، سسبندد بلوكد وسسبندد ريدي. السؤال المفروض اللي في مخك بيجي دلوقتي، طب انا ليه محتاج اثنين ستيتس؟ يعني ما انا بعمل حاجه واحده، سسبندد هدفها ايه؟ ان لما يطلع بروسيس من الذاكره بشيله واحطه على الهارد ديسك، بحطه في السسبندد ستيت، وانا بحطه في السسبندد ستيت السي بي ما يجيش ناحيته، ما بيشغلهوش، ان هو مش هيعرف يشغله عشان المعلومات بتاعته مش موجوده في الرام. طيب ليه يكون عندي اثنين سسبندد ستيتس؟ عندي سسبندد بلوك وسسبندد ريدي. انا عندي اثنين سسبندد ستيتس عشان ممكن لما انا اجي اختار بروجرام معين اشيله according to criteria اللي احنا لسه اتكلمنا عليها، اكبر برنامج مثلا، ممكن اكبر برنامج ده يبقى في البلوك ستيت او في الريدي ستيت او في الرننج ستيت. يعني البروجرام اللي بختاره انا ما بعرفش مسبقا هو بينتمي لاني ستيت، وبيزد على الستيت اللي هو كان فيها لما بشيله بحطه في واحده من الاثنين ستيتس دول، يا اما سسبندد بلوك يا اما سسبندد ريدي. ليه؟ بيزد على الستيت اللي هو كان فيها. ماشي يا شباب؟ طيب انا هقول لك اني ستيتس، انا هقول لك اني ستيتس من ستيتس، وبعد كده انت هتقول لي ليه. لو كانت البروسيس موجوده في البلوك ستيت بتتنقل للسسبندد بلوك، سسبندد بلوك او اوت اوف ميموري. لو كانت في الرننج ستيت، اوبس رسمت فوق الكلام، انا اسف. لو كانت في الرننج ستيت او في الريدي ستيت بتطلع اوت اوف ميموري، بتروح للسسبند ريد، هكتب اوت اوف ميموري او او ام بدل ما اكتب اوت اوف ميموري، اهو او او ام. اوكي، عايز حد كويس، حد كويس وذكي ومركز يقول لي وانا في السسبندد ستيت مستني حاجتين ولا حاجه واحده، وانا في السسبندد ريدي مستني حاجتين ولا حاجه واحده، مين يقول لي؟ السسبندد بلوك انا مستني حاجتين ولا حاجه واحده؟ حاجتين، برافو عليك يا محمد. اوكي، انا مستني حاجتين وانا في السسبندد بلوك، ايه هم يا محمد؟ مستني السسبندد ريدي يكون في مكان؟ لا ريدي، سوري، لا برضو. دكتور ممكن اجاوب؟ جاوب اتفضل يا رامي. ان اولا يفضل لي مكان في الميموري ويفضل لي انبوت اوت. برافو عليك، انا مستني حاجتين، اول حاجه تفضل لي تفضل مكان في الميموري، يعني مكان في الميموري يتفرغ يبقى جاهز فانا اقدر ارجع تاني، دي اول حاجه انا مستنيها. I'm waiting for a place in memory to be available، ده اول حاجه. تاني حاجه، وجودي في البلوك ستيت اصلا معناه ان انا كنت مستني IO resource، صح؟ بالظبط، وانا لسه مستنيه، انا لسه مستنيه، فانا مستني حاجتين، مستني الـ IO resource اللي انا كنت طالبه يخلص، ده واحد. الحاجه الثانيه، انا مستني الذاكره تفضى عشان انا اتشلت عشان الذاكره كانت مليانه، فانا مستني حاجتين. طب اسالك سؤال تاني كويس، طيب لو الذاكره فضيت هل انا لازال مستني حاجه ولا خلاص كده؟ لو الذاكره فضيت انا لسه برضو مستني input output. برافو عليك، فين هو الستيت اللي انا بقعد فيه عشان استنى input output بس؟ البلوكت، البلوكت ستيت. فاذا لو الميموري بقت فري هرجع من الستيت ده لمين؟ للبلوك، للبلوك. برافو عليك، ميموري فري. طيب لو انا في السسبندد بلوك ستيت وانا موجود في السسبندد بلوك ستيت، الميموري لسه مش فري، الميموري لسه عليها بريشر، بس الاي او اللي انا كنت طالبه او الريسورس اللي انا طالبه خلص، انا مستني ايه دلوقتي؟ سسبندد ريدي. برافو عليك، اروح سسبندد ريدي عشان كده مستني فقط ها الميموري، الميموري بس يبقى موجود عندي. برافو عليك، يبقى هنا ريسورس كومبليشن. فاهمين يا شباب؟
انا بحاول يعني نتناقش في الحاجه، يعني مش عايز حد يحفظ حاجه. اوكي، فانا لما بطلع من السسبندد بلوك ستيت بناء على اللي حصل، لو الميموري بقت فري انا لسه محتاج الاي او فهرجع للبلوكت. طيب لو الريسورس خلص انا لسه محتاج الميموري فهروح للسسبندد ريدي. في السسبندد ريدي انا بستنى كام حاجه؟ حاجة واحدة حاجه واحده بس، الميموري تفضى. برافو عليك. يبقى انا في السسبندد ريدي اي ام اونلي ويتنج فور ميموري تو بي فري. طب اول لما الميموري تبقى فري هروح فين؟ الرننج. ليه اوريدي على طول؟ اوريدي ليه مش الرننج؟ علشان انا لسه هاخد مكاني في الكيو. عشان لسه هاخد مكاني في الكيو، مجرد لما انا خرجت رحت للسسبندد او اي حاجه في حد تاني راح الرننج، ما اقدرش اخش عليه واشيله. لا، ده انا هرجع للريدي كيو تاني استنى دوري مع بقيه الناس اللي موجوده عشان لما يفضل رننج ستيت اقدر اروح له. فاذا لما هطلع من السسبندد ستيت اهي هنا اهو، انا فين الماركر اهو. اوكي، لما هطلع هطلع اهو ميموري فري، ده ميموري فري اهو، ده فري ميموري اهو ميموري فري. يعني انا كاتب لهم يافطة، ما حدش يخبط ما بين 10 ونص و12 عشان عندي محاضره. الناس يا اما عمياء يا اما ما بتعرفش تقرا يا اما بيستعبطوا. سوري انا اسف بس انا بتنرفز على اللي بيدخل في المحاضره وانا بشر. المهم مفهومه كده يا شباب، ولا في اي حد عنده اي سؤال فيها؟ حلو حلو. يبقى احنا كده اتكلمنا على ال 3 ستيت بروسيس موديل، واتكلمنا على ال 5 ستيت بروسيس موديل. المفروض كده احنا انتهينا من ازاي بمانج اي بروسيس. في اي حد عنده اي سؤال على ازاي بمانج بروسيس لغايه دلوقتي؟ كويس، تعالى نطور فكره البروسيس سنه. خلي بالك ان زي ما احنا اتفقنا مع بعض دلوقتي واحنا بنتناقش ضمنيا على الاقل، كل بروسيس من البروسيس دي ليها الميموري سبيس الخاصه بيها. الميموري سبيس الخاصه بيها الايزوليتد من كل بقيه الميموري سبيسز الموجوده، والميموري سبيس الخاصه بيها دي الايزوليتد من كل بقيه الميموري سبيسز اللي موجوده از نوت شيرد. يعني ايه از نوت شيرد؟ يعني البروجرامز مش بيشير مع بعض الفاريبلز. لو انت عرفت انت اكس برنامج معين وشغلته، الانت اكس ده متعرف فقط داخل البرنامج ده. اوكي، طيب طب دي حلوه ولا وحشه؟ دي ميزه ولا عيب؟ هو ميزه وعيب الاثنين. اول حاجه في بروتكشن للفاريبلز بتاعتك، يعني الفاريبلز اللي موجوده عندك محميه، ما يجيش برنامج خارجي يغير لك فيها فانت تتلخبط. ده اول، ده الميزه. طيب العيب، العيب sometimes انا محتاج البرامج to cooperate، محتاج البرامج اللي موجوده عندي تتعاون مع بعض. طيب ليه تتعاون مع بعض؟ عشان تعمل الوظيفه اسرع. يعني انت مش التعاون ده مطلوب بس عشان يسرع. طيب بدون التعاون تعرف تعمل الوظيفه؟ اه هتعمل الوظيفه، بس هتعملها sequential. يعني ايه تعملها sequential؟ يعني اول جزء من الوظيفه هيتنفذ كله على بعضه، وبعد لما تخلصه تقوم عامل الجزء الثاني من الوظيفه. لكن لو في تعاون انت ممكن تعمل الوظيفتين in parallel في نفس التوقيت. في الحاله دي هتسرع الاكسكيوشن بتاعك. بس ده يتطلب ايه؟ يتطلب اعمل شيرنج للديتا. ليه يتطلب اعمل شيرنج للديتا؟ عشان الشغل اللي عمله البروسيس الاولاني او الاكسكيوتنج انتيتي الاولانيه. معلش يا شباب ثانيه واحده خليكم معايا. الو؟ صباح الخير يا محمد، انا في محاضره محمد اونلاين بدرس دلوقتي. ممكن اكلمك بعد المحاضره؟ ماشي يا محمد، ميرسي يا حبيبي. اوكي، كنا بنقول ايه؟ انا كنت بقول حاجه انا نسيت. مين يفكرني؟ انا كنا بنتكلم على ايه؟ على الشيرنج بتاع البروسيس. برافو، ثانك يو ثانك يو. الشيرنج بتاع البروسيس، فلو كان عندي تو انتيتيز بيشيروا مع بعض الداتا، ممكن واحده من البروسيسز تطلع نتيجه مبدئيه، يعني لسه ما خلصش كل شغله، التاني ياخد النتيجه المبدئيه دي ويبتدي يعملها بروسيسنج، فيشتغلوا ان بارل، او بنسميها هي مش بارل او بارل يعني في نفس التوقيت، لكن هو ممكن واحد يستنى التاني سنه وبعد كده ياخد الجزء اللي عمله ويكمل. بنسميها كونكرنت، ان هم شغالين مع بعض بس مش في اكزاكتلي ذا سيم تايم، بنسميها كونكرنت. اوكي، والكونكرنت اكسكيوشن دي، كونكرنت اكسكيوشن تسمح لي ان انا اسرع البروجرام ده. بس خلي بالك انا مش عايز افتحها على البحري. يعني ايه يعني مش عايز افتحها على البحري؟ يعني مش عايز اي حد يشير الداتا مع اي حد. لو فتحتها على البحري هعمل سكيورتي ايشوز بالهبل. فقال لك اوكي، احنا هنكريت كونستراكت جديده، هنكريت فكره جديده يخلي الراجل اللي بيعمل الابلكيشن،
خلي بالك بقى، مش اي حد، مش شخصين مختلفتين، لا نفس الشخص اللي بيعمل الابلكيشن يقدر يقسم البروجرام بتاعه لمجموعه بروسيسز، مجموعه اكسكيوتنج يونتس، كل اكسكيوتنج يونت تمشي بارلل مع الثانيه. قال لك عشان ما نلخبطش الدنيا احنا هندي الاكسكيوتنج يونتس دي اسم مختلف. اوكي، الاسم بتاعهم اللي هم الاكسكيوتنج يونتس within the same program that work concurrently، الاسم بتاعهم threads. تعال نقول executing units in the same program that operate concurrently and share data are called threads. Okay. يبقى إذن threads هي ال executing data اللي موجود عندي اللي شغالة in parallel concurrently وبي share data بتاعتهم، دي اسمها threads. اوكي يا شباب، ال threads دي بتشتغل ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا مع بعض بتسرع ال execution بتاعتي عشان بتسمح لي اعمل sharing لل data. تعالوا نشوف مع بعض مثال typical example لحاجة زي كده. ال typical example لحاجة زي كده هو ال browser. تعالوا نتكلم شوية على ال browser. بعد ما نتكلم على البراوزر هنشوف ازاي الفكره بتاعت البراوزر دي يعني مناسبه بالنسبه لفكره الثريدز. على فكره كل حاجه مناسبه بالنسبه لفكره الثريدز. انا اسف، let me correct this. معظم الحاجات مناسبه لفكره الثريدز. في حاجات على فكره ما ينفعش فيها ثريدز، ولو حطيت ثريدز هتبطئ البروجرام، بس معظم الحاجات فيها يعني ادفانتج لو استخدمت ثريدنج، مالتي ثريدنج. طب تعال نشوف مع بعض هو البراوزر ايه الوظائف بتاعته. مين يقول لي ايه الوظائف المختلفة الموجودة في البراوزر؟ لما تكتب URL ايه اللي بيحصل؟ كتبت ST في ايدي ودوست انتر، ايه اللي حصل؟ Come on guys. بيروح يشوف البورت نمبر مثلا بتاع ال URL ده رايح فين، نوعه ايه، HTTP ولا HTTPS، وبعدها يراوت للموقع نفسه. ممتاز. يبقى أول حاجة URL to IP plus port conversion، يروح للراوت، يروح للسيرفر نفسه. طب لما يروح للسيرفر بيعمل ايه؟ سيرفر الموقع اللي رايح له. ولما راح له هيعمل ايه؟ هيفتش الداتا. هيفتش الداتا. اوكي دي مهمة. ايه conversation دي؟ conversion. ثانية واحدة. conversion. اوكي تاني ستاب زي ما انت قلت fetch the data. الداتا دي تشمل ال HTML for example، لو احنا بنتكلم على HTTP request HTML زائد مثلا شويه images for example، صح؟ طيب بعد كده هو بي fetch them، بي retrieve it من server. server هيجيبها من الهارد ديسك بتاعه، يرجعها ترجع في النتورك. بعد ما ترجع في النتورك ال HTML وال images للبراوزر، البراوزر هيعمل ايه؟ هيبقى هياخد بروسيس تايم عشان يظهر لي الكلام ده عندي على الشاشه. برافو عليك. هو ال HTML is a language، فهو لازم يكون في انتربريتر زي الكومبايلر بتاعك بيفهم اللغه دي، يعملها بروسيسنج عشان يفهمها وبعد كده يعرضها. يبقى بروسيس داتا اللي هو ال HTML والصور and then display، لازم يعملها بروسيس الاول عشان يبقى فاهم فين البولد، فين المنيو هيتحط، في شغل بيحصل. اوكي، الخطوه الاولى هي لازم تحصل قبل ما اي حاجه تشتغل. ف this is usually بره الثريدنج، بتحصل مره واحده في بدايه البروجرام وخلاص. لكن الخطوتين التانيين، خطوه 2 و3، دول هيستفيدوا قوي لو انا استخدمت مالتي ثريدنج فيهم. تعال نشوف هيستفيدوا ازاي. افترض الصفحه اللي انت بتعمل لها فاتش، بتعمل فاتش لل HTML والديتا بتاعتها، الايمجز بتاعتها، هي صفحه انستغرام فور اكزامبل. انستغرام فيه صور كتيره، صح؟ تمام. لو انا شغال سيكوينشال يبقى لازم افتش كل الايمجز الموجوده وكل ال HTML، وبعد لما اعمل لها فاتشنج هبتدي ابروسس الداتا. ده معناها لما تكتب اسم الصفحه هيحصل ايه في البراوزر اللي قصادك لو شغالين سيكوينشال؟ هتشوف ايه؟ ايه اللي هتشوفه في البدايه خالص اول لما تدوس؟ انتوا مش عارفين ولا مش عارفين؟ معلش هدكتور تاني، معلش تاني. انا كتبت اسم الاي بي بتاع اللي هو اسم الصفحه بتاعتي انستغرام بيج ودوست انتر.
لو الستيب 2 و 3 شغالين سيكوينشال، شغالين سيكوينشال يعني شغالين ورا بعض، اثنين تخلص الاول وبعد لما اثنين تخلص ثلاثه تبدا، ايه اللي هتشوفه على البراوزر بتاعك؟ اللودنج بتاع السكرين بتاع انستغرام على بتاعي او الساينينج بتاعي بالظبط. هيلود يعني ايه هيلود؟ يعني هيفضل فتره طويله الشاشه قصادك ايه اخبارها؟ فاضيه فاضيه لغايه لما كل الداتا تيجي، وبعد لما كل الداتا تيجي هيحصل ايه؟ هتظهر لي قدام، هتشوفها مره واحده قدامك. هل ده اللي بيحصل طبيعي في البراوزرز بتاعتنا؟ لا، بيبقى تدريجي ساعات كده، بنشوف تدريجي، بنشوف الداتا اللي قصادنا بنشوفها حته حته. طيب ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل عشان معظم الابلكيشنز، معظم البراوزرز شغاله مالتي ثريدنج، والاثنين دول شغالين كونكرنت. طب يعني ايه شغالين كونكرنت؟ يعني اهو ده ستيب 2 وده ستيب 3، عشان بس ما اكتبش الاسامي الكبيره، وبيبقى في شيرد داتا هنا، شيرد داتا. اوكي، ستيب 2 بتقوم جايبه ال HTML وتحطها هنا، وتحط اهو، بتحط هنا input او get data. اوكي، بتحط الداتا هنا، وده الثريد الثاني يقوم واخد منها الداتا وسحبها. خلي بالك دول شغالين كونكرنت، يعني لو سحبت صوره واحده ده هياخد الصوره اللي اتسحبت ويعرضها، مش هيستنى لغايه لما ايه كل الصور تيجي. فانت كده هتشوف قصادك على البراوزر الحاجه بتيجي اسرع، صح ولا انا غلطان؟ تمام. طيب السؤال الجاي for 5 marks on a single uni processor. Is this faster or slower? ولا لا faster or slower وليه؟ ولا ده ولا ده بس لليوزر هيبقى احسن لي. طيب ابراهيم هنستنى شويه، انت قلت ولا ده ولا ده، فهي دي غلطه شويه. يوسف انت رافع ايديك، قول يا يوسف. اظن هيبقى slower عشان الكور نفسه هيضطر يتقسم مرتين عشان يعرف يعمل تو في نفس الوقت. برافو عليك، في كور لوحده كور لوحده. برافو عليك. It will actually be slower. شوف يوسف قال it will be slower. طيب why will it be slower? Because part of my time, part of my CPU will be wasted switching between the two threads. صح؟ جزء من العملية، جزء من البروسيسنج اللي هيحصل عملية الشيفتنج. ما دي عملية على فكرة، دي مش حاجة سهلة. أنا لازم أنقل من كود لكود تاني. ده يتطلب على الاقل ايه اللي يتغير على السي بي يو، على الاقل ايه اللي هيتغير عشان ننقل من كود لكود تاني؟ مينيمم ايه اللي يتغير؟ يوسف لسه رافع ايديه ولا دي من اخر مره؟ لا دي من اخر مره، بس انا عندي جاز كده ان هو يعني على ما يوصل للكود نفسه اللي بيغير الكلام ده كله هيبقى فيه التايم ده. صح صح صح، بس انا بقول لك طيب ايه اللي هيتغير في السي بي يو؟ يعني السي بي هيعمل ايه عشان ينقل من كود لكود، ينقل من ده لده؟ ايه الشغل اللي المفروض يحصل عشان ننقل من ده؟ احمل ايه في السي بي يو مثلا؟ في البفر مثلا يكون في حاجه محطوطه. ماشي البفر، بس هو في حاجه اهم من كده، هو ازاي طب اعرف لما انقل هنا انا واقف في اي مكان في ثلاثه؟ احمل الادرس يا دكتور، احمل الادرس الاي بي، واحمل القيم اللي كنت حاسبها قبل كده على الريجسترز اللي هي الجوجل فاليوز بتاعت اللي انا كنت شغال بيها من اول واحد وافضل السكيور الثاني. برافو عليك، يبقى لازم اشيل الفاليوز بتاعت دي واحط الفاليوز بتاعت دي لما هنقل. لو انتوا كنتوا فاكرين اللي هو الاي بي اللي هو المكان اللي واقف فيه زائد الفاليوز دي كنا بنسميها اسم، ايه هو الاسم بتاعها الاثنين دول مع بعض؟ كنا بنسميها كونتكست، فاكر؟ تمام. فانت تعمل كونتكست سويتش ما بين الاثنين دول. اوكي؟ فا it will take time. فاذا جزء من الوقت بتاع السي بي يو هيستهلك في العمليه دي. فالبروجرام از اكشوالي بروسيسر ابطا. بس ابراهيم قال حاجه حلوه. ابراهيم قال ايه؟ اظن ابراهيم احمد. ابراهيم قال لي بس خلي بقى، هو قال مش هتفرق في السبيد بس هي هتبقى ابطا، بس هو قال حتى صح. ايه هي الحته الصح اللي قالها؟ قال بس اليوزر هيبقى فرحان اكتر. يعني هو ابطا بس اليوزر هيحس ان هي ايه؟ ها؟ اليوزر ريسبونسيف اكتر، هيحس ان هي احسن عشان على ما يشوف اول داتا تكون اللي بعدها لودد، تكون اللي بعدها لودد، تكون اللي بعدها لودد. ممتاز ممتاز، برافو عليك.
فاذا it is better for the user but it is actually slower. نحط البولس بس عشان ما ننساش كده، هيبقى يوسف وابراهيم عشان انتوا الاثنين جاوبتوا جزء من الحاجه. Spring 2021 bonus OS يوسف 5 وابراهيم 5. اوكي شكرا شكرا يا جماعه، انتوا ربنا يخليكم، انا بحب لما بتجاوبوا بتخلوني احس اني فرحان. طيب فاذا it is actually slower. Yeah, it's actually slower on any processor. بس a response time, so it is slower. It is slower on a uniprocessor. But the response time experienced by the user is much better. Okay? دي أول حاجة بتوريك زي ما قلت لك قبل كده there is no Goldilocks solution، يعني فاكر مفيش حاجة كويسة لكل الحاجات، هي أحسن لليوزر بس هي بتحط عبء أكتر على السي بي يو، يعني نسبة إشغال السي بي يو هيزيد على الفاضي. يعني إيه على الفاضي؟ يعني في جزء هيستهلك من السي بي يو من غير beneficial calculations، فقط للإيه؟ للسويتشنج ما بين الاثنين. طبعا الكلام ده كله هيتغير لو عندي multiple cores، لو عندك multiple cores تبقى أسرع ولا أبطأ؟ تبقى أسرع طبعا. ليه؟ إن كل واحدة هتعمل إيه؟ هتمسك كور من الكورز بيشتغلوا فعلا بارل، يعني مش هسويتش ما بينهم، لا، دول فعلا اشتغلوا concurrently مع بعض في نفس التوقيت. ف this is one of the ideas that's very important to understand. Multi-threading in most of the time بيحسن a response time أو responsiveness بتاع الابلكيشن، فبيدي experience أحسن لليوزر. في بعض الأوقات the program will actually slow down. Okay؟ فلو أنت ما عندكش، في عندك program بتعمله بيعمل حسابات. Okay؟ بيعمل calculations. والcalculations دي اليوزرز مش بيبص عليها. It may actually be a good idea to leave it single threaded. اشتغل. لو أنت شغال على single core. لو شغال على multiple cores في كل الحالات تعمل threads. Okay؟ فاختيار هتعمل application بتاعك single threaded او multi threaded يعتمد على حاجتين. اول حاجه اكش يعتمد على ثلاثه، انا هقول الثالثه دلوقتي برضه اخليها سؤال فور 5 ماركس. اول حاجه اذا كنت شغال على single core ولا multi core. تاني حاجه هل الابلكيشن بتاعك بينتراكت مع اليوزر ولا لا؟ يعني انت لو على single core مش بتنتراكت مع اليوزر يبقى تعملها sequential وتعملها multi threaded. لا sequential عشان المالتي threading هيزود overhead زياده for switching بدون ما اليوزر يحس بحاجه، عشان اليوزر كده كده مش بينتراكت مع البروجرام، انت بتعمل حاجه في الكالكوليشن في الخلفيه. ف سنجل كور نون يوزر انتراكتيف بروسيسز سنجل ثريدد ما تفكرش فيها. لكن اول لما اتحطيت يوزر انتراكشن ابتدي اعمل مالتي ثريدنج عشان تزود الريسبونس تايم او تحسن الريسبونس تايم. اسال سؤال، السؤال ده فعلا هيوريني مين الطالب اللي بحضر نفسه على الاي بلس. طيب سيبك من يوزر ابلكيشن عشان كده كده المالتي ثريدنج هتزود الريسبونس تايم هتحسنه. يعني نرجع لي الابلكيشن اللي مالهاش علاقه باليوزر، اوكي، اللي هي يعني مش بتتعامل مع اليوزر وعلى مالتي كور. في كل الحالات اعمل مالتيبل ثريدز ولا في حاجه ممكن تخليني ما اعملش مالتيبل ثريدز؟ لا، في حاجه. ايه هي؟ لو انا مستني حاجه من البروجرام اللي قبل مش عارف اعمل في نفس الوقت. اوكي، that is definitely one answer يوسف. I would definitely give another 5 marks بس كده ايه 10 درجات، فكده عشان الحسد استناني فيها بقى في السؤال الجاي. اه ماشي بيرفكت. يوسف قال لي sometimes طبيعه البروجرامز نفسها لازم حد يستنى حد. يعني البروجرام is by nature sequential، طبيعتها اصلا sequential. في الحاله دي حتى لو عملتها multiple threads انت مش هتستفيد بحاجه. اوكي، مش هتستفيد بحاجه ان البروجرامز اصلا مش هتشتغل بارل مع بعض، فمش هتاخد بنفيت. واكشلي في حته اضافيه عايز اقولها، وهتدفع بنالتي، كده كده هتدفع بنالتي. موضوع النش ثريدز واداره الثريدز في الاو اس ده اوفر هيد زياده، فانت كده هتدفع بنالتي بدون ما يجيلك استفاده لو كانوا مستنيين بعض. جيفن ان في بنالتي اللي احنا اتكلمنا عليه ده، اديني سيناريو تاني غير يوسف بقى.
عشان او لو يوسف عايز يقولها، بس استاذنك مش هدي خمس درجات انت ب 15 ما حرام. شاء الله. اوكي. حد يقول لي سيناريو تاني ما فيهوش حد مستني حد، بس برضه اتس نوت ا جود ايديا اعمل فيها مالتيبل ثريدز جيفن الفاكت اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ان في اوفر هيد بيحصل. ايه هي بقى؟ لو حاجة مثلا محتاجة سيكيورتي، لوجن وباسورد لا دي مثلا. مالهاش علاقه. السكيورتي، السكيورتي ما دام انت شغال، ف ما انا اتفقت معاك انت لما هتشير داتا انت هتشير داتا جوه نفس البروسيس، يعني الثريدز دول جوه نفس البروسيس، دول مش برنامجين مستقلين كتبها شريف وكتبها محمد، لا دول برنامج واحد، يعني the same developer. ففي الحاله دي memory is being protected، هي لسه تزال protected ومش متشافه خارج الابلكيشن بتاعك. اتس اوكي، هاش ايشو في سكيورتي. بس تاني هدي الهنت تاني، given that عمليه ال managing بتاعت الثريدز، خلي بالك هنا مفيش سويتشنج انا على مالتي كور، بس عمليه managing الثريدز في حد ذاتها عليها اوفر هيد، واكيد في اوفر هيد عشان اعمل شيرنج وعشان انشئ ثريد جديد والاوبريتنج سيستم تشوف الثريد واعمل اداره للثريد، في اوفر هيد. لما يبقى البروجرام صغير. ها لما يبقى بروجرام ايه؟ صغير. برافو يا اندرو، برافو يا اندرو، برافو يا اندرو. لو اندرو هكتب اسمه بلس 5 اهو. اوكي؟ لما البروجرام يكون صغير، لما كميه الشغل اللي موجوده اهو اندرو عشان بس ايه ما انساش، لما كميه الشغل اللي موجوده في البروجرام اصلا تبقى حجمها اقل من قيمه الاوفر هيد الاضافي ملهاش لازمه. يعني فور اكزامبل لو الابلكيشن بياخد 5 سكندز والاوفر هيد بتاع السويتشنج بياخد مثلا 10 سكندز، ولما اقسمه الابلكيشن اللي هو البروسيسنج نفسه ياخد 1 سكند. اوكي تاني، لو البروجرام الاساسي لما انفذه بياخد 5 سكندز، الاوفر هيد بتاع الثريدنج يبقى 10 ثواني، بس بعد ما اعمل ثريد البروجرام في حد ذاته هو نفسه هي اكسكيوت في 1 سكند، يبقى بعد الثريدنج هياخد كام ثانيه عشان يشتغل؟ 11 ثانيه. 11 ثانيه which is worse than، اسوأ من الخمس ثواني. فلو حجم البروجرام نفسه صغير such that الاوفر هيد بتاع الثريدنج اكبر من حجمه، يعني الاكسكيوشن تايم بتاع البروجرام السنجل ثريدد اقل من الاوفر هيد بتاع المالتي ثريدنج، ما تعملش مالتي ثريدنج اصلا، ما تعملش. لو عملت مالتي ثريدنج انت هتبطئه. اوكي، خلي الحته دي مهمه عشان انا معظم الناس لما بندرس او اس وبعد كده بندرس كمان، انا في كورسات ثانيه بتبقى فيها، في كورسات هتاخدوها ان شاء الله في المستقبل بتاخد فيها مالتي ثريدنج، بتبقى الناس فاكره ان اي حاجه عملها مالتي ثريدنج احسن. لا يا باشا، لا، انت لازم تفكر كويس قوي، هل الاوفر هيد بتاع المالتي ثريدنج اكبر من الاكسكيوشن تايم بتاع البروجرام بتاعك الاصلي ولا لا؟ ولو اكبر من الاصلي ما تعملهاش، انت كل اللي هتعمله هتزود اوفر هيد زياده. طب اخر سؤال عشان الحته دي تبقى واضحه بالنسبه لكم، وبعدين نكمل بقى ازاي الاوبريتنج سيستم هتمانج ثريدز. احنا قلنا الفكره، عايزين نشوف الاوبريتنج سيستم هتعمل لها اداره ازاي. بس قبل ما نوصل للاداره بتاعت الاوبريتنج سيستم، لازم نتكلم على حاجه مهمه. ايه هي؟ ايه هو الابر ليميت بتاعي في البرفورمانس عشان البرفورمانس هيبقى كويس؟ ايه هو الابر ليميت الطبيعي على عدد الثريدز الموجوده في الابلكيشن؟ برايكم؟ عدد الكورز. يا باشا برافو عليك يا اندرو، ثانك يو. عدد الكورز اكتر، لو زودت ثريدز اكتر من عدد الكورز هتبتدي تعمل ايه؟ سويتشنج. اول ما بدات تعمل سويتشنج البنفيت بتاع المالتي ثريدنج بتاعك بيقل. ف if you're going to write an application the number of threads in the application I would highly recommend ان هي تبقى dynamic، والاول البرنامج بتاعك يكويري يشوف الاو اس بتسبورت كام كور او الجهاز اللي انت شغال عليه فيه كام كور، وبعد كده يحط ثريدز بعدد الكورس. لو انت عايز تكتب البروجرام يجيب اوبتيمال بيرفورمانس، عشان لو زدت عن عدد الكورس هتعمل سويتشنج. لو عملت سويتشنج رحنا في داهيه، مش رحنا في داهيه، يعني البيرفورمانس جيم بتاعك هيقل سنه. فبس هي دي الجنرال ايديا بتاعت المالتي ثريدنج. شفنا هنعملها ليه، شفنا ان هما بيشير داتا، وشفنا ان ذير ار ليميتس او ذير ار سيناريوز ان المالتي ثريدنج اصلا مش فكره كويسه. لازم اختار كويس قوي اعمل فين مالتي ثريدنج وما اعملش فين مالتي ثريدنج. فيري جود. طيب نروح نيجي للسؤال، ايه هي المشاكل الاضافيه اللي هتولدها الثريدز الاوبريتنج سيستم لازم تاخد بالها منها؟ هما حاجتين. اول حاجه، انا كنت قبل كده بمانج بروسيس واحده وكان ليها بي سي بي، دلوقتي لازم اخلق داتا ستراكشر جديد يمثل الثريدز
عشان الاوبريتنج سيستم هتعرف تديره، فيبقى لازم الاوبريتنج سيستم تبقى شايفه الثريد، فلازم اكريت داتا ستراكشر جديد لاداره الثريدز. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان عشان دلوقتي انا سمحت بشيرنج داتا، انا ممكن تو ثريدز يحاولوا ياكسسوا نفس الداتا في نفس التوقيت فيعملوا مشكله، يطلعوا قيمه غلط. اوكي يبقى ركز معايا، يبقى اول حاجه لازم انشئ داتا ستراكشر جديد في الاوبريتنج سيستم لاداره الثريدز، وبعد كده نظم لاداره الثريدز هنتكلم عليها دلوقتي، دي اول حاجه. تاني حاجه، بدام انا سمحت بالداتا شيرنج انا ولدت مشكله جديده. ايه هي المشكله الجديده؟ ان الفاريبلز الشيرد دي لو حاولت تاكسسها في نفس التوقيت ممكن تحصل مشكله. انا هدي لك مثال لما نوصل للحته دي على حساب بنك، وهنشوف ازاي لو بارل بروسيسنج ممكن تبقى الفلوس النهائيه الموجوده في الحساب اقل من اللي كان المفروض يبقى فيه. يعني انت اتنين بيعملوا ديبوزيت في نفس الوقت بارلل، ممكن في الاخر الكميه التوتال كميه الموجوده في البنك تبقى اقل من التوتال ديبوزيت. هوريها لك بس دلوقتي عشان اوضح لك الدنيا دي بدون ما ادخل في المثال المور كومبليكيتد ده. هنفترض مع بعض ان الريسورسز بينج شيرد هو مش ميموري او فاريبل، هو البرينتر. ايه رايك لو اتنين ثريدز حاولوا يبرنت في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل لو سمحت بيه؟ يعني غالبا مش هيشتغلوا مع بعض. بالظبط، لو انا سمحت بيها الورقه تبقى سلطه شويه من هنا وشويه من هنا، ففي شويه ريسورسز انكلودنج الميموري فاريبلز على فكره نوريها لك، وفيزيكال ريسورسز ثانيه زي البرنترز اصلا I shouldn't access them at the same time. هما shared بمعنى ان انا بسمح للبرامج تستخدمهم بترتيب معين مع بعض concurrently بس مش في نفس التوقيت. والفكرة دي هو concurrent بس لازم اتحكم فيهم. الفكرة ان هما concurrent ولازم اتحكم فيهم اسمها concurrency control. بتحكم في الconcurrency. ودي topic بتاع الاسبوع الجاي ان شاء الله، او الاسبوع ده على حسب احنا هنخلص في قد ايه يعني. التوبيك ده هقعد معايا 3 اسابيع او اسبوعين على حسب برضو انتوا ايه اخباركم. خلي بالكم ان concurrency control دي من اصعب التوبكس في الاو اس، واصعب توبك هقوله في الترم ده. في حاجات اصعب منها مش هقولها، بس هي من اصعب الافكار في الاوبريتنج سيستمز، واصعب حاجه اقولها الترم ده. ليه اصعب حاجه هقولها في الترم ده؟ عشان يتطلب منك تفكر بارل. طبيعه الانسان احنا بنفكر سيكوينشال، لكن concurrency control التحكم في البروجرامز عشان ما يبوظوش الشيرد فاريبلز او الشيرد ريسورسز يتطلب مني افكر بارل، ودي صعوبتها. اوكي طيب، احنا مش هنتكلم على concurrency control دلوقتي مباشره، بس خلي بالك ان هي دي حاجه من الحاجات اللي عملتها ثريدز. قبل ثريدز ما كانتش موجوده، او بلاش اقول الكلمه دي عشان الكلمه دي صعبه. قبل شيرد ميموري ما كانتش موجوده. طول اول لما عملت انتدكشن للشيرد ميموري ظهرت. طيب، او شيرد ريسورسز. طيب الحاجه الثانيه اللي ولدتها how to manage threads. How to manage threads inside EOS. Okay. ده الايشو الثاني اللي موجود عندي. تعالوا نبدا بالايشو السهل، how to manage threads. يبقى we need a new data structure to manage the threads in the OS. ايه هو ال data structure ده؟ احنا كان data structure بتاع processes كان اسمه ايه؟ TCB. ال data structure بتاع threads اسمه TCB. Surprising, it's exactly the same thing even. Thread control block. To be quite honest, ال TCB تقريبا في نفس الاشياء اللي موجودة في ال PCB. يفرق في حاجتين. اول حاجة بيخزن مين ال parent of thread, of current of this thread. مين ال parent بتاعه؟ تعريف ال parent في threads هو ال thread او ال process اللي شغلته. يبقى انا لو في thread اشتغل وبعد كده شغل thread تاني يبقى ده ال parent بتاعه. فدي حاجة اضافية بتبقى موجودة في ال TCB مش موجودة في ال process. ال process ملهوش parent. ال process هو process، هو يعني هو اشتغل من ال OS بعد كده خلاص ملهوش parent. طيب فدي حاجة من الحاجات اللي موجودة. في حاجة بقى هتبقى مش موجودة في ال PCB، في ال TCB، بس هي موجودة في ال PCB. مين ممكن يقول لي ايه اللي مش هيبقى موجود في ال TCB؟ مش محتاج احطه عشان هو already موجود للبروسيس ككل، عشان حتى دي common. ايه هي؟ الادرس بتاع ال ايوه اللي هو اللي بيخليه سويتش ارجع تاني للمكان ده. لا، الادرس بتاع البروجرام في الهارد نفسه.
برضه الادرس بتاع في الهارد ديسك يعني ما هو مش موجود الا في السسبندد، انت ممكن تسبند البروسيس كلها. ماشي اديها لك الادرس على الهارد ديسك، مش هتبقى موجوده هنا عشان انت هتسبند البروسيس كلها. بس في حاجه اهم من كده، في حاجه مشتركه ما بينهم، مش لازم كل ثريد يعمل نسخه منها عشان هي الادرس شارد. اللي هم الاثنين شغالين عليه. اها ادرس اوف داتا سيجمنت does not need to be stored in each PCB, must be stored in parent PCB. انت مش متخزنه في كل التي سي بي بتاع كل الثريدز، انت متخزنه في البيرنت بي سي بي. البيرنت بي سي بي اللي هو البي سي بي بتاع البروسيس الام او الاب اللي هو شغل بقيه الثريدز، هتتخزن فيها. اول ما اشغل البروسيس، اول ما تعمل دبل كليك على البروسيس هنشغل لها بي سي بي، ودي هتتخزن فيها الداتا سيجمنت. بقيه الثريدز كلها المشتقه منها مش هتحط مكان في البي سي بي بتاعها للداتا سيجمنت. مش هتحط المكان ده ليه؟ عشان هي ترجع للبيرنت تاخد منه المكان ده. لو انت عايز تزود الافشنسي بتاع الكود بتاعك، سام تايمز بنعمل كده، بتهيألي في لينكس بيعمل كده، انت ممكن تكوبي الادرس ده وتحطه في كل تي سي بي، عشان مش لما تحتاجه تقوم رايح للتي سي بي، التي سي بي يوديك للبيرنت البي سي بي تقوم جايب الادرس، ممكن تحط منه نسخه. But it is not needed. It is not needed. Strictly speaking, it is not needed. انت ممكن تحطها على حساب الذاكره، تزود الذاكره اللي واخدها في التي سي بي فقط لتسريع البروسيسنج، عشان اصلع على البروسيسنج بتاعي. لكن هي مش محتاجها. مفهومه دي ولا لا؟ طيب تمام. بيرفكت بيرفكت بيرفكت. اوكي، يبقى احنا شفنا اول حاجه ايه هو الداتا ستراكشر اللي محتاجه في الاو اس، اللي هو الداتا ستراكشر ده. الفكره الثانيه، طب ايه الموديفيكيشنز اللي هتحصل للستيتس؟ هل الستيتس اللي موجود عندي اللي هي الثري ستيتس والفايف ستيتس محتاجه تتغير؟ الاجابه لا. الثريدز هتبقى ليها ستيت برضه، وهتتنقل من مكان لمكان بالظبط زي البروسيس. طيب ايه تاني بقى محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف ان قبل لما الاو اس تسبورت الثريدز زمان، يعني في البدايه خالص لما الفكره دي كانت طالعه، ولغايه النهارده على فكره في امبيدد او اسز ما بتعملش ثريدنج. يعني لو انت بتعمل امبيدد مثلا لينكس، اي دونت نو ويتش فيرجن اوف ذم، ويتش فيرجن اوف امبيدد لينكس هاز ثريدز، بس في منهم ما فيهوش. في لو انت بتشتغل على مايكرو كنترولر زي اردوينو ما فيهاش ثريدنج مثلا. طيب لو انت عايز تسبورت ثريدنج على الـ على الـ على السيستمز، الاوبريتنج سيستم مش بتسبورت ثريدز فيها نيتفلي، يعني مفيش نيتف سبورت للثريدز، بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها okay, there are two methods for handling threads. واحد user level threads. تاني kernel level threads. Okay, for user level threads, there is actually no support. There is totally no support for threads in the OS. The OS مش شايفة threads. طيب, إيه اللي بيمانج threads for user level threads? Library. Okay, in user level threads, there is no native support for threads. A user level library manages them. ايه يا عم ده؟ يعني ايه؟ لازم نفهم يعني ايه؟ هشرحها لك برسمه، وبعد كده لازم نفهم ال consequences، يعني نفهم التوابع بتاع ال design structure ده. To be quite honest, I don't recommend using user level threads الا لو ال OS بتاعتك مش بت support threading، عشان هي فيها disadvantages كتيره. بس sometimes you need it. And sometimes تدخل في embedded system does not support threading, you need to write multi-threaded application. هتحطها او بتديبلوي على حتة تانية، بتديبلوي معلش جالي رسالة فكنت ببص عليها فتلخبطت شوية. بتديبلوي الكلام بتاعك على او اس جديدة ما فيهاش support للفيشرز اللي انت عايزها، هتستخدم user level threads. للأسف up to the 90s، انا بقولها لك للأسف عشان انا I'm a Mac، انا ماك يوزر، انتوا عارفيني شفتوني اشتغلنا مع بعض فيزيكال كتير قبل كده في الكليه قبل اللوك داون ده، انتوا عارفيني انا كل اجهزتي ماك. فللاسف ماك او اس لغايه ال 1990s ما كانش فيها نيتف سبورت ثريدز. It was recently added.
بس up till then كانت بيستخدموها على user level thread على library. طب تعالوا نشوف الفكرة عشان تبقوا فاهمين ايه التوابع بتاع حاجة زي كده. في الـ user level threads انت عندك الـ application اهو، دي الـ app، هي الـ app، والـ app متقسمة لـ threads. هعمل threads كأنهم خيوط عشان اسمهم threads فيبقى خيط يعني، ادي threads الموجودة. وبعد كده عندك library. اوكي الـ library دي شايفة الـ threads المستقلة، ولكل thread من الـ threads اللي موجود عندي هنا هي بتنشئ data structure عشان يمثلها. اسمه ايه data structure؟ ده TCP. TCP very good. وبعدين عندي الـ OS الغلبانة، دي الـ OS الغلبانة اللي مش عارفة حاجة، هي شايفة الـ application ده كله كايه؟ ها؟ كـ one application. one application بتمثلها بايه؟ PCB process control block. It sees the whole application as just one process. Given that in reality there are multiple threads, بس هي شايفه PCB واحد، هي حاطه PCB واحد بس. ايه ده يا عم؟ طيب مين اللي هيمانج threads؟ خلي بالك managing threads يعني يقول any thread في running state، any thread في blocked state، any thread في library. يبقى هنا في ال هستأذنك process management بتاعي. أنا كتبت process between two air quotes name is process، هي thread management. أوكي؟ هنا في ال three state model أو ال five state model أو whatever اللي بتحدد any state موجودة، any thread موجودة في any state. طب بعد ما تحدد هي عايزة تشغل ال thread ده، في رأيك هتعمل إيه؟ عايزة تشغل ده. تعمل إيه؟ تقسمهم كل واحده كاب بلوك لوحدها، هي كل واحده بلوك كل واحده بي سي بي. طب تعمل ايه بالمحتوى ده عشان ده يشتغل؟ تحط في ريدي ستيت او سوري رننج ستيت. طيب ما طب الاو اس، الاو اس اتشغل حطيته في رننج ستيت او وات ايفر، حطيته في الرننج في الفاليوز في البي سي بي. تاخد كوبي من الفاليوز دي تروح حطها فين؟ في البي سي بي. اول لما تحطها في البي سي بي، البي سي بي هيشوفها، الاو اس هو عامل ايه؟ مشغلها. عمياني البي سي بي مش شايف ان دي بروسيس واحده، التبادل او التبديلات اللي عماله تحصل بتحصل من اللايبرري. لو اللايبرري عايزه تشغل حد تاني هتقوم جايبه مثلا عايزه تشغل ده، هتاخد المحتوى بتاعه وتحطها هنا. طبعا قبل ما تحطها هتاخد المحتوى اللي فات ده ترجعه تاني فين؟ هنا، عشان لما ارجع تاني اعرف اكمل من نفس المكان. اكيد تاخد ده تحطه هنا. كل المانجمنت عماله تحصل على مستوى اللايبرري، والاو اس بلايندلي عمياني بتنفذ اللي بيديه لها وهي مش عارفه، هي فاكرها بروسيس واحده. دي مفهومه ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى نتكلم على التوابع على حاجه زي كده. التوابع بتاع حاجه زي كده ايه؟ What consequences, what disadvantages are present حاجه زي كده؟ شيفتنج هيخليني بطيء. اوكي maybe slightly slower. This is up for discussion بس I will accept it for now. ايه تاني؟ اوكي let us assume ان الكمبيوتر ده في اربعه كورز، في اربعه كورز كم ثريد هيشتغل في نفس التوقيت؟ اربعه. فكر فيها كويس قوي. واحد بس. واحد بس عشان الاو اس عندها كم بي سي بي؟ واحد بس. هيبقى في معلومات ثريد واحد بس، بقيه الثريدز معلوماتهم مش موجوده، فده معلوماتهم مش موجوده مش هيشتغلوا. يبقى cannot take advantage of multi-core. على طول السؤال يتسأل، طيب لو cannot take advantage of multi-core إيه لازمته؟ That's useless. Completely useless. إجابة؟ ممكن عشان مش بيخلي الـ OS بينتفير في حاجة، فدي ميزة بالنسبة للـ ماشي. بس إيه ليه أنا كبروجرامر اعمل اربع ثريدز بدل هم هيشتغلوا على كور واحد، يعني ثريد واحد بس اللي هيشتغل؟ ايه الميزه؟ مش المفروض ان انا بشفت ما بينهم او برافو عليك، انا بشفت ما بسويتش ما بينهم، يبقى هحسن ايه؟ السيكونشال بتاعهم ريسبونس تايم. فاكر اهو هحسن الريسبونس تايم بدل ما بسويتش ما بينهم. اليوزر هيحس هيشوف حاجات بتطلع له
بدل ما يفضل مستني. فاكر المثال بتاع البراوزر والصور؟ بتاع الانستجرام. ايوه. فديس امبروفز ريسبونس تايم بات نوت توتال اكسكيوشن تايم. ات ستيل هاز ا يوز، يعني لسه ليها استخدام. هي بتزود، بتحسن الريسبونس تايم which is awesome بالنسبه لي، بس it will not execute total reduce total execution time. طيب ده واحد من ال consequences الموجود عندي، ان انا I cannot take advantage of multi cores. ايه تاني consequence للديزاين ده؟ اللي يقولها لي اديله بلس 5 عشان دي صعبه. ممكن مفيش coordination ما بين الكيرنل والثريدز. طيب ما ده هيأثرني في ايه؟ ما هو يعني اوكي ده صح، بس ده هيأثر على ايه؟ ما دام مفيش coordination between threads والكيرنل، ايه اللي ممكن ده يؤدي ليه؟ او ده يؤدي لايه يعني؟ سوري العربي بتاعي مش بس. لوس الداتا، لوس الداتا البسخ اللي راح البي سي بي. لا مش هتعمل، ممكن تدخلك في البلوكينج بروسيس او في البلوكينج ستيت. يوسف اشرح اكتر، اشرح اكتر يوسف. يعني مش انت اللي كنت بتقول؟ مين كان؟ بس مش يعني مش عارف ممكن اشرح اكتر من كده ازاي. هي طالما مش بيشتغلوا مع بعض، فممكن لما الاو اس يلاقي، مش عارف اوضحها الصراحه. ليه يا يوسف كده؟ كنت اقول 15 يا يوسف، كنت اقول لك نص السبنس يا يوسف. طيب ممكن ثواني افكر. لما يبقى مفيش كوردينيشن ممكن يبقى يعمل بروس، ممكن يبقى يعمل بلوك للثريد والباقي شغالين. فكر فيها كويس وقول لي انت كده قربت. ممكن لما لو واحد من الثريدز مثلا حصل له مشكله او حاجه ياثر على الباقي يخليهم يبلوك. اكزاكتلي. طب انا هستاذنك، انا هكتب اندرو ويوسف عشان انتوا مش مشكله. ثانك يو. انا فرحان النهارده على فكره، انتوا فرحتوني النهارده. اوكي فيري فيري جود. Very very good. ما تقرا على الصيافطة في محاضرة. معلش عشان انا بصراحة الناس دي لازم يعني الواحد يزعق فيهم. انا اسف يا جماعة. طيب طيب نعمل ايه بقى؟ معلش هريلاكس واقول لكم. اوكي let us continue. المشكلة التانية الموجودة اللي قالوها الباشمهندسين دلوقتي، لاتس اسيوم واحدة من البروسيسز اللي كانت شغالة، من الحاجات اللي كانت شغالة كانت بتكسكيوت اهو هنا. أي حاجة بتكسكيوت هنا. دي بتكسكيوت. وهي بتكسكيوت طلبت اي او ريكوست. طلبت اي ريكوست. لما تطلب اي ريكوست ايه اللي هيحصل؟ هي طلبت اي ريكوست، يبقى الاوبريتنج سيستم بتاخد البي سي بي دي كلها على بعضها تحطها في اني ستيت. طلبت اي او، والاي او لسه مش موجوده، بلوك ستيت. بلوك بس كده. دلوقتي ما دام اتحطت في البلوك ستيت دي غير متاحه لبقيه الثريدز يحط معلوماته. خلاص مجرد واحد عمل له بلوك البي سي بي كله على بعضه اتنقل للبلوك ستيت، فبقيه الثريدز اللي موجوده عندي اللي شغالين حتى لو اللايبرري عايز يشغلهم مش هيلاقي بي سي بي يحط فيه معلومات، عشان البي سي بي دي في حد ذاتها اتشالت على بعضها كده واتحطت في البلوك ستيت. اوكي يبقى if one thread blocks all the others block as well. اوكي دي مفهوم يا شباب؟ طيب تمام. Very good. طيب given all of these disadvantages, what the hell is the use of this? ايه استخدام دي؟ ايه استخدام حاجه زي كده؟ استخدام حاجه زي كده زي ما بقولها لك، you will you can deploy it on an OS. ما هي فاست عشان الاوبريتنج سيستم مش بنتفق مع حاجه واحده بس. برافو عليك. بديبلوي الاوبريتنج، اولا بديبلوي الاوبريتنج سيستم ما فيهاش ثريدز فمش محتاج اغير الاو اس. ثاني حاجه it is عشان كده قلت لك maybe slightly slower. لو انت كلمتني هنا it can actually be slower and at the same time it can be faster. Switching اسرع. Switching هنا اسرع عشان does not involve
سيستم كولز للاو اس. بس التوتال اكسكيوشن بتاعتي ويل بي سلور ديفنتلي، عشان انت زي ما انت شايف انا مش هستخدم المالتي كورز وبشتغل على يوزر سبيس. ف it may be slightly faster for switching, مش في كل الحالات switching بس. Also ودي اهم, you can easily deploy it. لو اي operating system حتى does not support threading, كل انت محتاجه تبني عليها library وتبتدي تشتغل. اوكي طيب ال kernel level thread شكلها ايه؟ شغال ازاي؟ kernel level thread شغال ازاي؟ اهي kernel level thread. kernel level thread شغاله بالشكل ده. اهي ده الابلكيشن وده الاو اس. كل واحده من دول, كل واحده من دول ليها التي سي بي بتاعتها. شايف؟ اهي. كل واحده من دول ليها التي سي بي بتاعتها. طبعا كل الديس ادفانتجز اللي فوق دي راحت. هقدر استخدم مالتي كور عشان الاو اس شايفه ثلاث حاجات مختلفه او اربع حاجات مختلفه, فتاخد كل واحده من دول تحطها على السي بي يو. لو واحد بلوكت, يعني لو ده بلوكت مش مشكله ان الاو اس هتبلوك ده او هتبلوك ده, بس الباقيين مش بلوكت هيشتغلوا عادي. فكل الديس ادفانتجز اللي فوق راحت. الاونلي ديس ادفانتج اي كان بوسيبلي ثينك اوف سوري, ان هو هنا الكونتكست سويتشنج مي بي سلايتلي مور اكسبنسيف. عشان السويتش بين حاجه وحاجه I have to involve the OS في كل حاجه. ابلغ الاو اس تعمل كذا, ابلغ الاو اس تعمل خليها ابطا شويه. بالظبط الكونتكست سويتشنج, الكونتكست سويتشنج فقط. اوفر اول هتبقى اسرع اكيد. اما بالظبط, لكن في الكونتكست سويتشنج ميبي سلايتلي سلو. برافو عليكم. يبقى احنا كده فهمنا اليوزر ليفل ثريد شغال ازاي, فهمنا كيرنل ليفل ثريد شغال ازاي. وطبعا في الاوبريتنج سيستم هيبقى هو فيها بقى الثري ستيت بروسيس موديل او الفايف ستيت بروسيس موديل عشان يمانج ثريدز. هدي لك بقى السربرايز الاخير قبل ما انقل الكونكرنسي كنترول, حتى هدي الفكره الاساسيه بتاعتها ونقفل. اشوف مين اللي عمال يخبط على بابي كل سنتين, انا زعقت له ده اخر مره. لا تكون كيس كريتيكال ولا حاجه. بس تعالوا نشوف مع بعض قبل ما اقفل كده, نتكلم مع بعض على السربرايز. يعني هو مش سربرايز قوي يعني, بس يعني غريبه شويه. عارف اللينكس بيتصرف ازاي, بيفرق ازاي بين الثريدز والبروسيسز؟ حد يقدر يتوقع ايه الفرق بينهم, ولا مفيش فرق بينهم, ولا ايه بالظبط؟ اقول لكم انا, في الكيرنل, في اللينكس كيرنل ما بيعملش فرق بين البي سي بي ولا التي سي بي, كلهم بيسميهم تي سي بي. ان لينكس there is no difference between PCBs or TCBs. طيب ده ايه ده؟ يعني في ال PCB برضه بيخزن ايه؟ في ال TCB قصدي PCB بيخزن ايه برضه؟ بيخزن ال parent. هتبقى كام في ال process؟ null, ملهاش parent بس هتبقى موجوده. وفي ال في ال في ال TCBs هيخزن ال address بتاع ال shared data. طيب ده كده هيعمل ايه؟ consequence بتاع كده هيضيع ذاكره اكتر شويه في البي سي, في الـ في المانجمنت على البي سي بيز والتي سي بيز. هيستهلك ذاكره اكتر كان ممكن يوفرها, بس قصاد كده هو ريح نفسه, بيعامل كل الناس زي بعض, فمالهوش كود للثريد مانجمنت مستقل عن الكود بتاع البروسيس مانجمنت. هو نفس الكود تعامل مع الحاجات دي. هو مش كده البروسيس هتاخد وقت اطول مثلا في الكونتكست سويتشنج, والثريدز ممكن تاخد اقل عشان ايه؟ عشان الثريد تبقى اخف من البروسيس. بس هما الكونتكست سويتشنج بتاعهم از اكزاكتلي ذا سيم, از سيم ويت صح؟ طب ليه الكونتكست سويتش بتاعهم از اكزاكتلي ذا سيم ويت؟ بيكوز الكونتكست سويتشنج معناها ان انا بنقل ايه؟ مين يفكرني؟ هما حاجتين, حاجه واحده ومجموعه حاجات. ايه اول حاجه؟ ادرس طبعا الاي بي اللي هو الادرس بتاع المكان اللي انا وقفت فيه. الداتا موجوده في الذاكره, انا مش بسويتش على الداتا. ايه اللي بخزنه في البي سي بي او التي سي بي عشان اعرف اكمل من اخر حاجه؟ تمبري ايه؟ تمبري فاريبلز
صح، اللي هي موجوده فين؟ في السي بي يو. تمام. الريجسترز اي اكس بي اكس سي اكس، فانت بتسيف الاي بي واي اكس بي اكس سي اكس، بتسيف الكلام ده في البروسيس وبتسيف الكلام ده في الثريد. فذير از ابسولوتلي نو ديفرنس من ناحيه الكونتكست سويتشنج ان ذا كيس اوف لينكس. اكزاكتلي ذا سيم، جست كوبي الريجسترز سي، حطهم في الستراكشر بتاعك، ولما تيجي ترجع لها تاني حطها من الستراكشر دخلها السي بي يو. هي حاجه واحده بس هتفرق في المانجمنت ده، لينكس بياخدها في اعتباره. لازم يبقى عارف، فور اكزامبل لو انا هسسبند ثريد، انا ما ينفع ثريد واحد هيعمل سسبنشن، ما ينفعش اخد حتى الشيرد واعمل لها كوبي على الهارد ديسك، كده بقيه الثريدز كلهم هيحصل لهم ايه؟ مش هيشتغلوا، صح؟ فلازم لازم في بوليسي في الحته دي، يا اما اسمح بس. انا صراحه وانا بقول لك دلوقتي انا مش عارف لينكس بيعمل ايه، ممكن اشوفها لك واقول لك الاسبوع الجاي. ممكن اسمح او امنع السماح بيه ان انا اسسبند ثريد واحد، يا اما اسسبند البروسيس كلها، يا اما ما اسسبندش حد، يا اما لو هسسبند ثريد واحد هيبقى عندي ميكانيزم الحاجات اللي نوت شيرد هي اللي تتحط على الهارد ديسك عشان افرغ مكان في الذاكره، والحته المتبقيه اسيبها عشان بقيه الثريد تشتغل. I swear to God يعني في اللحظه اللي قصادك دي انا مش عارف لينكس بيعمل ايه، ما بصيتش عليها قبل كده. ممكن ابص لك عليها والاسبوع الجاي نتكلم فيها. دي مهمه ان حتى الشيرد ما تتشالش لو في حد بيستخدمها لسه. لكن الكونتكست سويتش هي نفسها، الكونتكست سويتش احنا بنتكلم، انا هكوبي ايه؟ الانستركشن بوينتر والريجسترز، اذا كنت بعمل الكلام ده للثريدز او كنت بعمل الكلام ده للبروسيس. طب انت ممكن تقولي طيب ما احنا التعريف بتاع ثريد لايت ويت بروسيس، بنقول عليها لايت ويت بروسيس. احنا بنقول عليها لايت ويت بروسيس عشان ملهاش الديتا سيجمنت الخاصه بيها. اوكي، الديتا سيجمنت مش شيرد. اوكي، طب انا اسال سؤال، انا ما جبتش شيرت السؤال ده، بس اسال سؤال. طب الستاك سيجمنت بيبقى شيرد ولا نوت شيرد؟ هو الستاك بيبقى فيه ايه شيرد؟ مش شيرد. مش شيرد، برافو عليك. عشان الستاك بيبقى فيه اللوكال فيربلز الموجوده، اتس نوت شيرد. These are the local variables. I have my own local variables. يا إما هشير نفس الستاك بس هيبقى كل جزء من ستاك اللي هو المجمع ده متخصص لإيه؟ لثريد معين. بس usually it's not shared. اللي بيبقى shared هو الداتا سيت. أوكي شباب. On the surprise تعالى نتكلم على الفكرة بتاعت concurrency control بسرعة، عشان أنا بقول لك أنا لغاية دلوقتي أنا سامع حد بيخبط بره. فتعالى خلص دي بس وبعد كده هطلع أزعق بره. طيب تعالوا نشوف مع بعض. ايه هي فكره الكونكرنسي كنترول؟ ادي لك المثال اللي قلت لك عليه قبل كده. لا تسأسيوم ان انت عندك بنك اكونت بسميه اكس عشان اريح نفسي في 10 دولار، اوكي؟ وعندك تو بروسيسز، تعالى نعمل انسرت تيبل. اهم تو بروسيسز، ده بروسيس 1 وده بروسيس 2. البروسيس الاولاني عايز يضيف دولار على الحساب بتاعك، والبروسيس الثاني برضه عايز يضيف دولار على الحساب بتاعك. هستأذنك عشان يضيف الدولار، هنفترض ان هو الاو اس ده او الاركتكتشر ده ما بيعرفش يعمل الاوبريشن مباشره على الميموري، فهيضطر يريتريف الحاجه الاول يعمل عليها الاوبريشن وبعد كده يرجعها تاني. هقول له اهو شوف، موف في الاي اكس 10 انكريمنت اي اكس، موف في الاي اكس 10 مين يا عم ايه ده، موف في الاي اكس اكس انكريمنت اي اكس، موف في الاكس اي اكس. ده البرنامج الاولاني، ده البرنامج الثاني، موف في ال AX X ايه واللي مش عايز ينزل اوكي، increment AX move X AX. طبعا انت ممكن تقول لي، ممكن حد يقول لي ايه ده بيستخدموا نفس الريجستر كده الدنيا هتبوظ. مين يقول لي بيستخدموا نفس الريجستر ولا لا؟ ها، هل الاثنين كل واحد يعني المفروض يعني كل واحد ليه كونتكست بتاعه، يعني مش شرط البروسيس الاولاني اي اكس ليها قيمه، مش شرط البروسيس الثانيه اي اكس ليها قيمه بتاعتها، يعني اوكي القيم دي مش هتتداخل مع بعض، عشان لما انقل من واحد للثاني انا هاخد الاي اكس دي من ضمن الكونتكست بتاعي واحطه في البي سي بي او التي سي بي او وات ايفر. طب هي ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ المشكله ممكن تحصل لو انا شغال على سنجل بروسيسور يعني بسويتش ما بينهم، او شغال بارل. تحبوا اشرحها باي طريقه اسهل لكم؟ نبدا بالبارل. اي حاجه، بس انا لو شغال سنجل الفاريبلز هتدخل في بعض صح؟ سنجل او بارل. طب تعالى نعملها سنجل، تعالى نعملها سنجل عشان نوضح الدنيا. طب هنبدا سنجل، فهنفترض ان البروسيس الشغال الاول اللي هو ده ها
هيبتدي ينفذ، هيقوم قايل موف في الاي اكس اكس. اول لما قال موف في الاي اكس اكس هو حط في الاي اكس بتاعه كام؟ 10. وقف هنا، لما وقف هنا الوقت بتاعه خلص، فانا هعمل سويتش لمين؟ للبرنامج التاني، صح ولا لا؟ تمام. قبل لما سويتش للبرنامج التاني انا بسيف الكونتكست، بسيف الكونتكست جوه البي سي بي، فهياخد هنا اقول للاكس كان بكام؟ اكس كان بكام؟ 10. 10 ده الكونتكست بتاعه. بعد كده هتنقل للبروجرام التاني، البروجرام لسه ما اشتغلش، ففي الكونتكست بتاعه في البي سي بي بتاعه الاكس بكام؟ 10. لا لسه ما اشتغلش، الكونتكست بتاعه الانيشال فاليو بتاع اكس المفروض يبقى كام؟ ده خالص انون انون زيرو. هيقول موف في الاي اكس اكس، فهيحط هنا 10. تعال نخليه بقى يخلص الاخر، هعمل انكريمنت للاي اكس، هعمل انكريمنت للاكس تبقى كام؟ 11. بعد كده يقول لي موف في الاي اكس في الاكس اي اكس، يبقى هيحط هنا كام؟ يحط هنا كام في الاكس؟ 11. يرجع تاني للبروجرام الاصلي، اول حاجه هعملها هيرجع تاني الكونتكست، هيقوم رايح للبي سي بي هيلاقي في الاي اكس كام؟ 10. هيرجعها، يعني مش هتفضل 11 دي، ما الكونتكست بتاع ده كان 10، هيرجع 10. ينكريمنت الاي اكس بقت كام؟ 11. ويكتبها، فيمسح ال 11 دي يكتب 11. يعني عندك كام دولار في البنك بتاعك؟ 11. وانا كنت فاضي عندي كام لما الاثنين ضافوا عليا؟ وانا ايه؟ ما هو الاثنين بيعملوا لي اديشن، ده ضاف 20. فاضي عندي كام؟ فاضي عندي 5. فاضي عندي 5. يبقى I lost money. طب I lost money ليه؟ عشان they are working at the same time on a shared variable. I have to control. I have to do concurrency control. عشان لو ما عملتش concurrency control I will lose money. انا اديت مثال تافه، دولار، تخيل ده مليون، بلاش دي، تخيل البروجرام ده القيمه دي بيعتمد عليها اذا كان يشغل مفاعل نووي ولا لا. The consequences of not providing concurrency control on shared variables is disastrous. فلازم ما دام انا سمحت بالshared variables by introducing threads او shared variables for processes، على فكره موجوده حاجه اسمها IPC inter process communication، بس هي اساسا بالthreads. ما دام I have introduced this انا لازم اخد في اعتباري، لازم اخد في اعتباري concurrency control. بسمي الحته اللي هي دي انا اسف، بسمي الحته اللي بتتعامل مع فاريبل مشترك وممكن تؤدي لمشكله لو اشتغلت في نفس التوقيت، بسميها دي كريتيكال سكشن. دي الكريتيكال سكشن بتاع البروجرام. خلي بالك البروجرام ممكن يعمل اي حاجه تانية قبل الكريتيكال سكشن ده او بعدها، ممكن يعمل اي حاجه طول ما الحاجات اللي بيعملها ما بتشتغلش على الثيرد فاريبلز. اوسم. اول لما يدخل حته في الكود، الحته في الكود دي تتعامل مع شيرد فاريبل، هو دخل في الكريتيكال سكشن بتاعه. اول لما دخل في الكريتيكال سكشن بتاعه لو اشتغلوا كونكرنت في نفس التوقيت هتحصل كارثه. يبقى المحاضره الجايه ان شاء الله، عشان اطلع بس اشوف البني ادم اللي عمال يخبط على الباب ده، المحاضره الجايه ان شاء الله هنشوف ايه هي الطرق المختلفه لحمايه الكريتيكال سكشن، عشان تبقوا عارفين من دلوقتي اللي عايز يقرا مسبقا. هنشوف طريقه at the user level بالسوفت وير بس، يعني عند اليوزر بالسوفت وير بس. هنشوف طريقه عند اليوزر باستخدام هاردوير سبورت، يعني الهاردوير السي بي يو يساعدني. وبعدين هنشوف طريقه هتدخل فيها الاو اس. يبقى هنشوف ثلاث طرق، سوفت وير بس على مستوى اليوزر، هاردوير سبورتد بس على مستوى اليوزر، وادخل الاو اس معايا في الموضوع. ثلاث طرق مختلفه للكونكرنسي كنترول لحمايه الكريتيكال سكشن. في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ لا تمام. طيب فيري جود، هستاذنكم بقى اروح اشوف ايه اللي بيحصل، والاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل. شكرا يا شباب.